أعزائنا المشاهدين، برحب بكم النهاردة في حلقة جديدة هنتكلم فيها عرق البشاير الأربعة. ليه الكنيسة القبطية بتاعتنا سمتهم بشاير، وهنقارن بينهم ونعرف أسلوب كل كاتب. ومعانا النهاردة قدس أبونا دانيال عزر من كنيسة القديسة ديميانا بيكرسفيلد كاليفورنيا. أهلا أبونا. أهلا وسهلا بك يا دكتورة سوني. إزاي قدسك؟ الحمد لله، نشكر ربنا. الله يسلم. النهاردة موضوعنا على البشاير. ليه إحنا سمينا الإناجيل بتاعتنا بشاير؟ يعني ايه كلمة بشارة؟ هو كلمة انجيل يعني ايفانجيليون. ايفانجيليون انجيل يعني بشارة مفرحة، جلاد تايدنجز، جود نيوز. فلانه ديت البشارة المفرحة، انه بعد خطية الانسان وعبوديته للخطية وعبوديته لابليس، الاناجيل بتكلمنا ازاي تجسد رب المجد يسوع علشان يخلصنا ويفدينا ويحررنا من العبودية ويعطينا الخلاص ويردنا تاني افضل مما كنا الاول ويعطينا نصيب في الملكوت. فمفيش بشارة مفرحة اكتر من كده. هما كم بشارة يا ابونا؟ البشاير الاربعة. القديس إيرينيوس اسقف ليون، القديس إيرينيوس ده كان في القرن الثاني، وبرضه علشان نبقى عارفين هو تلميذ القديس بوليكاربوس، والقديس بوليكاربوس تلميذ القديس يوحنا الحبيب. يعني بينه ما بين يوحنا الحبيب جيل. جيل الجيل قد ايه؟ كام سنة؟ يعتبر يعني الجيل حياة إنسان. حياة إنسان. لأن الجيل بيتحسب بطرق متنوعة. فيوحنا الحبيب تلميذه القديس بوليكاربوس، والقديس بوليكاربوس تلميذه إيرينيوس. إيرينيوس؟ القديس إيرينيوس بيقول في القرن الثاني إن البشاير أربعة زي ما الأرض لها جهات أربعة، شرق وغرب وشمال وجنوب. فعشان البشاير دي جاية للبشرية في المسكونة كلها في كل الأرض لكل الناس. فعشان كده البشاير أربعة. البشاير الأربعة زي ما يكون أخذت صور لرب المجد يسوع من اتجاهات أربعة، فكلها بتتكامل مع بعض. فما ينفعش إن واحد مننا يقول إيه، طب هل ينفع مثلا اجرى انجيل حسب معلمنا متى وبلاش مثلا مرقس ولوقا او يوحنا، او هل ينفع مثلا اقرا الانجيل حسب القديس يوحنا من غير مجرى البشاير الثلاثه الاولانيين؟ ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لان هيدي صوره كامله لما اقرا الاربع بشاير بركه لحياتي. ادي مثال. مثلا كلنا عارفين كلمات رب المجد يسوع على الصليب. السيد المسيح للمجد تكلم سبع كلمات. وسبعة لأنه ده عدد كمال، فكلماته كاملة. لو قريت متى ومرقص بس مذكورة فيها كلمة واحدة من الكلمات السبعة اللي على الصليب، إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني، اللي هي بداية مزمور 22 اللي بيذكرهم به رب المجد. يبقى لو قريت متى ومرقص بس هيبقى كلمة واحدة. إنجيل معلمنا لوقا يذكر ثلاث كلمات، يذكر يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، ويقول يا أبتاه في يديك استودع روحي. والكلمة الثالثة الحق الحق أقول لك اليوم تكون معي في الفردوس اللي جالها رب المجد للص اليمين. الثلاث كلمات التانية موجودة في إنجيل معلمنا يوحنا. يعني كلهم اتكملوا مع بعض. كلهم اتكملوا مع بعض. ثلاثة في إنجيل معلمنا يوحنا، ثلاثة في إنجيل معلمنا لوقا، واحدة في إنجيل معلمنا متى، وفي إنجيل معلمنا مرقص. الثلاثة في إنجيل معلمنا يوحنا لما قال يا امرأة هذا هو ابنك، ويا يوحنا هذه أمك، ولما قال أنا عطشان، ولما قال قد أكمل. فده مثل بيورينا ان انا محتاج ان انا اقرا ايه، البشاير الاربعه يكملوا بعض كله.
مثل تاني مثلا عماد رب المجد يسوع لما اتعمد، عماد رب المجد يسوع تلاقيه في إنجيل معلمنا متى 3 إصحاح 3، مرقس 1، لوقا 3، يوحنا 1. فتلاتة واحد تلاتة واحد، تلاتة إنجيل معلمنا متى، 1 إنجيل معلمنا مرقس، 3 معلمنا لوقا، 1 إنجيل معلمنا يوحنا. تلاقي مثلا لو أنا قريت إنجيل متى ولوقا بس معرفش المسيح جه منين قبل ما يتعمد، هو كان في ناصرة الجليل ذكرها معلمنا مرقس. طب لو قريت مرقس ولوقا بس معرفش الحديث اللي دار ما بين رب المجد يسوع والمعمدان لأنه ده ذكره معلمنا متى. لو قريت متى ومرقس بس وما قريتش لوقا معرفش سن رب المجد يسوع كان كام وقت ما اتعمد، كان سنه 30 سنة بالجسد. يعني اللي عايز رؤية كاملة لازم يقرأ البشائر الأربعة، واللي أنا بقولها كمثل دي علشان تخلينا ندقق في القراية، فالواحد يبقى منتبه وواخد باله ومدقق. فذكرنا القديس إيرينيوس لما ذكر البشائر الأربع، كان في علامة تاني في سوريا اسمه تاتيان ده عمل حاجة اسمها دايتيسرون. الدايتيسرون بالعربي دي يعني الرباعي. الدايتيسرون ده انه حط البشائر الأربعة جنب بعض. طب وامتى احنا كنيسة اعترفنا ان في بشائر أربعة بس؟ لان كنت ساعات كنت بقرا حاجة وبعدين لقيت في انجيل برنابا وانجيل ايجيبشن وانجيل هيبرو وحاجات كده يعني ملهاش معنى. اقول لك التاريخ بتاعها شوية. اول حاجة انه من زمان خالص من البداية واحنا عارفين بشائر أربعة بس ازاي انجيل معلمنا يوحنا اتكتب تقريبا ما بين 90 ميلادية، اخر انجيل يوحنا 4-6. ايه 4-6 اللي هي الشاهد يعني قصدي؟ لا هو اتكتب تقريبا سنة 90 ميلادية بعد المسيح ما صعد. رب المجد صعد. هو سنة 90 ميلادية لقيوا مخطوطة جزء من انجيل معلمنا يوحنا في مصر ترجع لسنة 125 ميلادية. يعني سنة 125 ميلادية يعني بعد كتابة الإنجيل ب 30 سنة تقريبا. أيوه. المخطوطة دي كانت اوريدي موجودة في مصر، موجودة من زمان. فعشان كده حتى نفس الأركيولوجي الحاجات الاكتشافات بتوري إنه إزاي البشائر دول أربعة بس. الحاجة التانية دايما نشوف حاجتين محتاجين ان احنا نبقى عارفينهم. في حاجه اسمها ادله داخليه وخارجيه، وفي حاجات ادله خارجيه. الادله الداخليه من الانجيل نفسه، من البشاره نفسها، من الاسلوب، من الطريقه، من توافق البشاره دي مع باقي الكتاب المقدس كله. دي اللي هي أدلة داخلية. طب الخارجية أدلة خارجية نشوف مثلا إزاي الآباء القدام آباء الكنيسة اقتبسوا من البشائر، ما اقتبسوش من كل الحاجات اللي انت بتقوليها اللي هو إنجيل يهوذا ولا إنجيل توما ولا إنجيل العبرانيين ولا إنجيل إنجيل برنابا. ده خليه حاجة لوحديها، حاجة لوحدها ليه؟ لأن ده حاجة اتكتبت متأخرة خالص. والحاجة التانية إنها تخريف. ما ده اللي أنا عايز أسسه يعني. ده تخريف. يعني ده حاجة حتى الناس الدارسة الواعية سواء مسيحيين أو غير مسيحيين عارفين إن ده حاجة أي كلام. ده اتكتبت في وقت متأخر تقريبا القرن الـ13 من واحد كان مسيحي وغير دينه وكتب الإنجيل ونسبه البرنابة وكتب فيه حاجات فيها أخطاء تاريخية وفيها حاجات فيها أخطاء جغرافية وفيها حاجات فيها أخطاء كتابية وفيها حاجات أخطاء متنوعة. حتى عباس محمود العقاد كان مرة كاتب في جورنال، كنت محتفظ عندي بالتاريخ والشاهد وكده، بيقول إن ده يعني لا يقتنع بيه
لا مسيحي ولا مسلم ولا يهودي. من كتر الغلط اللي هو فيه. الغلط اللي فيه. أقول لك مثلا من الأخطاء اللي فيه. عايزين نوضحه عشان الناس تفهم. أقول لك من الأخطاء اللي فيه. إن الله لا خلق آدم إزاي؟ خلقه من تراب. فهو يقول لا ده خمر الطينة الأول. وجاء الكلب السوري عمل حاجة على الطينة فشالوها فبقت هي الصرة بتاعت الإنسان. حتى العقاد مش معترف بيها. يقول مثلا ايه احنا عندنا ازاي ربنا اخرج الشياطين من الراجل بتاع كورة الجرجسيين الجدريين اللي هم كانوا لاجئون. فبيقول ان لاجئون دول الكتاب البشائر ذكروا انهم لاجئون لانهم كثيرون. بس ما ذكروش عددهم. فهو ذكر عددهم 6666. نجيبها منين؟ انجيل معلمنا مرقس ذكر ان اللاجئون الشياطين اللاجئون الكثيرون دول دخلوا في الخنازير. وهو الوحيد معلمنا مرقس اللي ذكر عدد الخنازير. ان عدد الخنازير دول 2000. هو ذكر ان عدد الخنازير كان 10,000 انجيل برنابا. تقول لي طب وهي بيك ازاي؟ تقول لي هي بيك ديل يعني ده ذاكرهم 2000 وهو ذاكرهم 10,000. لا بس المشكلة هنا في ايه؟ ان الخنازير لما دخلوها لاجئون هم قفزوا في المية وانتحروا. بس هو ذاكرهم 10,000 والشياطين دول كانوا 6666. يبقى فيه خنازير دخلها نص شيطان. ده يعني التعبير بتاع الشرح بتاعها. ففي حاجات كتير تخريف يعني. لا انا عايزه اثبت الموضوع ده. في حاجات كتير تخريف. بالظبط. الحاجه الثانيه حتى في البشائر الثانيه اللي بيذكروها انه انجيل فيلبس ولا انجيل اندرو جيمس ولا غيره. دول فيها حاجات تخريف زي كده يعني. يعني اقول مثلا القديس يوحنا الحبيب كانوا رايحين مكان فنزلوا في زي لوكندا فكان فيها حشرات في السرير فمش عارف ينام فقعد يصلي فالحشرات طلعت يعني بره الاوضه وترصت على الباب و يعني صحيوا الصبحية لقوا الحشرات كلها بره الباب بتاع الأوضة وقال له سمح لهم بعد كده تاني انهم يرجعوا زي ما كانوا. فحاجات يعني ما تنفعش انه يتقال عليها انجيل. وده كمان مكتوبين بعد قيامة المسيح بكتير قوي. كتير. مش مثلا بعد 60 سنة او 90 سنة. بس الفرق ما بين الاناجيل التانية ديت اللي هي بيقولوا عليها اناجيل اللي هي الابوكريفة دي المزورة اللي هي زي انجيل العبرانيين ولا انجيل توما ولا غيره. انهم دول مكتوبين بعد بدري خالص عن انجيل حاجه زي اللي يقول عليها انجيل برنابا يعني. مكتوبه بدري خالص عنها. فدول كاتبينهم ناس اسمهم غنوسيين. الغنوسيين دول كان عندهم زي مكتبه في نجع حمادي. اكتشفوا المكتبه ديت اكتشفوا فيها اللي هي اناجيل الغنوسيين دول. والغنوسيين دول ناس يعني بيقولوا الماده شر. فجسدنا ده ماده. فما دام الماده شر يبقى ما ينفعش ربنا يتحد بجسدنا. فنزه ربنا انه يتحد بالانسان يعني. فعشان كده قالوا لما رب المجد يسوع الجسد المسيح جه على الأرض ما أخدش جسد حقيقي زينا لكن كان زي فانتوم زي شبح زي منظر كده يعني ما بيعترفوش بتجسد المسيح ولا ولاد لا ما يقولوش انه خد جسد حقيقي. ظهر هيئة كده شكل بس لكن مش جسد حقيقي. عشان كده القديس يوحنا الحبيب قال بوضوح قال إن في رسالته الأولى أي إنسان ما يقولش إن المسيح جه في الجسد يبقى هو ضد المسيح. يبقى هو ضد المسيح. عشان كده ابتدى رسالته الأولى قال إيه؟ الذي كان في البدء الذي رأيناه بعيوننا وسمعته أذاننا ولمسته أيدينا. فأكد إن ده إحنا شفناه بعنينا وإحنا سمعناه بودنا وإحنا لمسته أيدينا. والقديس
بولس الرسول قال عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، والكلمة صار جسدا، يوحنا الحبيب، والكلمة صار جسدا. فالغنوصيين دول كانت دي تعاليمهم، فعملوا أناجيل ونسبوها للرسل وهي مش من الرسل ولا حاجة، وقالوا انه دي بس البشاير، البشاير أربعة حسب الحاجات بتاعت الأركيولوجي بتاعت الاكتشافات والمخطوطات، وحسب الاكتباسات بتاعت الآباء من القرون الأولى والقرن الثاني، القرن الأول والثاني، القديس ماتيوس الإنطاكي والقديس كليماندوس الروماني والقديس كليماندوس السكندري والقديس إيرينيوس والقديس بوليكاربوس والقديس يوستينوس الشهيد، وكل دول كله بدري اللي احنا بنتكلم بتكلم عن دول، يعني ما قلتش مثلا ما جيناش للوقت بتاع القديس أثناسيوس والقديس الكورولس والقديس أغسطينوس والقديس يوحنا زابيل، فم لا ده احنا بنتكلم على بدري خالص، فترة بعد صعود المسيح مثلا بخمسين سنة أو ستين سنة على طول، أربعين مباشرة، مش مثلا ألاف السنين ولا 500 أو 600 سنة ولا 200 ولا 300. عشان كده بيبقى فيه شهد عيان، يعني إحنا لما بنقرأ الإنجيل الأربع أناجيل ماثيو مارك ولوك وجون، نلاقي أن ماثيو وجون كانوا من تلاميذ المسيح، لكن لوقا كان من الأباصلز، مش كده؟ ما هو كلمة أبوستلز برضو عشان بيحصل فيها سبعين رسول. لا هو بيحصل فيها كونفيوجن. قول لنا بقى شو عايزين. الأباء الرسل الاثناشر يقول عليهم رسل برضو. فده لرسل اثناشر. طيب. وكلمة تلاميذ كلمة عامة. فممكن أقول على كل المسيحيين تلاميذ. تبعين ديسايبل يعني تابع للمسيح. كل المسيحيين أقدر أقول عليهم تلاميذ، علشان كده حتى كل المسيحيين مكتوب في أعمال الرسل التلاميذ الذين انضموا، تلاميذ تلاميذ، لكن الرسل ده لرسل 12 ورسل 70. أيوه رسل 12 ورسل 70. ففي رسل 12 الآباء الرسل ال 12 وفي رسل ال 70، ودول في متى 10 الرسل ال 12، وفي لوقا 10 الرسل او التلاميذ ال 70، وفي الآباء الرسوليين، الآباء الرسوليين اللي هم تلاميذ الرسل، وفي الآباء المدافعين الابولوجيتكس. فبنتكلم على اجيال هي بدري. طب كويس ان انت وضحت الموضوع ده، عشان كده كنت بسال قدسك. في حاجه عايز اسال قدسك فيها، يعني جان يوحنا كان شاهد عيان واتكى على صدر المسيح واتمتع بمحبته لاخر وقت، فشاهد عيان وبيكتب وشاف ايه؟ لكن احنا مثلا نروح لمعلمنا لوقا ما كانش شاهد عيان، طبعا ربنا بيدي السكريبشر عن طريق الروح الله القدوس. طب ازاي لوقا كتب كل الحاجات دي وهو ما كانش شاهد عيان؟ هل سال العذراء لانه كتب على البشاره وعلى التجسد وعلى حاجات هو ما عاصرهاش نفسه زي يوحنا او ماثيو؟ جمع المعلومات منين لوقا؟ اول حاجه ما اقدرش اقول ان لوقا الانجيلي ما كانش شاهد عيان. طيب انا اسف اذا قلت كده، بس يعني لانه انا ما كانش اراوند ساعتها، لانه في انجيل معلمنا لوقا اخر اصحاح يقول ايه؟ اصحاح 24 تلميذ رب المجد يسوع يوم الحد القيامه، يوم القيامه ظهر لتلميذي عمواس. تلميذي عمواس ده في انجيل لوقا، واحد منهم بالاسم اللي هو كليوباس، ومذكور منه، والتاني حسب التقليد وكثيرين يقولوا ان ده لوجا الانجيلي. كليوباس؟ كليوباس ولوجا الانجيلي دولة المزي عمواس. اوكي. فرب المجد ظهر، عشان كده عايز قصدك توضح، ومشي معاهم من اورشليم لغاية عمواس. ساعات. دي اخدت ساعات، قاعد يشرح لهم العهد القديم من كل الحاجات اللي ذكرت عنه اللي موسى قالها في العهد القديم. بداية انجيل معلمنا يوحنا لوقا بيقول اذا اخذوا كثيرين في تأليف قصة، رأيت
ان انا ايها العزيز ثاوفيلس ان انا اكتب اليك لان انا تتبعت بتدقيق من اللي كانوا معاينين وخداما للكلمة. يعني هو معركة شاف وسمع، في حاجات شاف وسمعها وفي حاجات حد قالها له بتدقيق من اللي كانوا معاينين الاي ويتنس. يعني واحد شاف وقال له وكذا واحد شاف معاينين وخدام للكلمة، ده بقى اللي عايزين نثبته فبتدقيق. فعشان كده حتى تلاقي اللغة الإنجيلي موجود على طول مع بولس الرسول في الرحلات بتاعته، وبيتر كمان وبطرس، مش كده؟ مش راح مع بطرس؟ لا هو كان مرافق للقديس لوقا الإنجيلي. حتى القديس بولس الرسول وبيقول القديس بولس الرسول على القديس لوقا الأخ اللي مدحه في كل الكنائس بيتكلم على، يعني هو عاصر بولس قديس لوسا، مش عصر بولس بس، احنا بنقول انه واحد من تلميذي عمواس. واحد من تلميذي عمواس. الحاجة التانية انه حتى القديس مرقس الرسول ده كان من معينين، لان هو كاتب حكاية ما ذكرهاش غير هو ماري مرقس، بيقول انه وقت ما قبضوا على رب المجد يسوع في شاب تابعه من بعيد كان لابسا إزارا على عريه، كان لابس ملابس على عريه كده، فبيقول حاول انهم يمسكوه فترك الإزار ومضى عاريا. اللي هو حسب المفسرين بتاعت الكتاب المقدس يقولوا ماري مرقس. فماري مرقس كان وقت ايه؟ المسيح، وقت ما قبضوا عليه. الحاجة التانية انه نفس بيت ماري مرقس هو ده كان العلية اللي اكلوا فيها الفصح، واللي رب المجد ادى جسده ودمه للتلاميذ وغسل رجليهم. وحتى كان معروف بس رب المجد لما بعت القديسين بطرس ويوحنا عشان يجهزوا الفصح مرضيش يقول لهم روحوا لمرقص، لأن يهوذا واقف فمش عايز يعرف يهوذا بالاسم قبل الوقت علشان ما يجيش يقبضوا على رب المجد وهو في بيت ماري مرقص. هو عايز لما يتقبض عليه يتقبض عليه في الوقت المعين منه وفي المكان المعين منه. ففي الوقت علشان يكون أتم اللي عايز يقوله للتلاميذ وأتم الصلاة اللي صلاها في بستان جسيماني وكل الحاجات اللي هو عايز إنه يتممها، فيقول إنه قد أكملت العمل. فديت بتبين ان حتى القبض على رب المجد وصلبه وموته ده ما كانش حاجة غصب عنه، مش حاجة مفروضة عليه، دي مش حاجة انه هم مرتبينها في الوقت، لا ده قال لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا. بس بيورينا ماري مرقس كمان بيذكر حاجات في البشارة، بشارة ماري مرقس بتبين انه شاهد عيان. يقول مثلا في اشباع الجموع بيقول انه رب المجد اشباع الجموع دي معجزة اشباع الجموع 5000 المعجزة الوحيدة اللي مذكورة في البشائر الأربعة، فهي موجودة في إنجيل معلمنا متى أصحاح 14 ومرقس 6 ولوقا 9 ويوحنا 6. فالوحيد اللي قال ان الجموع لما قعدوا 50-50 ومجموعات 100-100 قعدوا على عشب اخضر على جراس. الوحيد اللي ذكر عشب اخضر ماري مرقس. كل البشائر الاربع دول قالوا ان رب المجد شكر وبارك وكسر الخبزتين. الوحيد اللي ذكر ان رب المجد ذكر كسر السمكتين هو معلمنا مرقس. الحاجة التانية رب المجد كان نايم في السفينة. الوحيد ماري مرقس اللي يقول كان على وسادة نائما. كان على وسادة نائما، ده معنى كده انه شاهد عيان. يقول انه بطرس الرسول هو الوحيد اللي يقول انه بطرس انكر كم مرة
ثلاث مرات قبل ما الصيح ديك يصيح مرتين. الوحيد اللي ذكر ان ديك يصيح مرتين ماري مرقص. الديك يصيح مرتين ماري مرقص. الحاجة التانية الوحيد اللي يذكر عدد الخنازير اللي دخلوها الشياطين لاجئون 2000 هو برضو ماري مرقص. المفلوج اللي نزلوه من السقف الوحيد اللي يقول انه كانوا شايلينه 4 ماري مرقص برضو. يعني كلهم قالوا انه كانوا المفلوج ده كان متشال بس اللي حدد 4 رجال ماري مرقص. مور ديتيلز تفاصيل اكتر. القديسين يعقوب ويوحنا لما تركوا ابوهم في السفينه الوحيد اللي يقول ان تركوه مع اجرة هو ماري مرقص برضو. حتى في التدقيق في الأسماء الوحيد اللي يقول إن القديس متى الرسول اسمه متى ابن حلفة هو ماري مرقص. والراجل الأعمى اللي اسمه بارتيماوس الوحيد اللي يذكر اسم أبوه ماري مرقص يقول بارتيماوس ابن تيماوس. اللي شال الصليب مع المسيح سمعان القيرواني الوحيد ماري مرقص اللي يقول أولاده اسمهم ألكسندروس وروفس. فأنا بذكر ديت كلها بالتحديد علشان محتاج إن الواحد لما يقرأ يدقق وياخد باله وينتبه. قبل ما نخش في تفاصيل تانية بنا عندنا الأستاذ مرجان على التليفون عايز يسأل. ناخد بركة أستاذ مرجان. أهلا وسهلا. سلام المسيح يا دكتورة سونيا. أهلا وسهلا. قبل الأيادي الطاهرة يا أبي. أنا ما عنديش أي تعليق على الموضوع. أهلا وسهلا. أنا عندي استعداد أسمعك رغم أن أنا عيان ولسه طالع من المستشفى بقالي. سلامتك. ألف سلام عليك. ألف سلام. أنا عندي استعداد أسمعك ليل ونهار وأنا بندم ندم حياتي إني ما عرفتكش من 20 30 40 سنة. تعيش ربنا يبارك لك يا رب. اي انا عندي كلمتين عايز اقولهم لك ما عنديش تعليق يا ريتك تسمعهم يا ابونا عشان خاطري. اتفضل يا استاذ مرجان. بقول لك يا ابونا دانيال الروحيات في فمك ايها البار فانت من المعلمين الروحيين الكبار وراءك نسير بتعاليمك المسيحية الروحية ايها الجبار. نعم مبارك انت يا ابونا دانيال فالى الامام في المسيح ايها المعلم علمنا وعلم معك الاجيال يا ابونا دانيال. شكرا لكم. شكرا. ما تكسفناش بس استاذ مرجان. ربنا يعوضك يا رب. تعيش. ألف شكر أستاذ مرجان ومتشكرين جدا على متابعتك وربنا دايما يزيدك من نعمه وبركاته ودايما تسمع كلمة الله اللي بتقربك. ألف سلام وربنا يقدم سلامتك. ألف سلام. سلامتك. ألف سلام. طيب احنا كنا بنعمل مقارنات ودلوقتي كنا بنتكلم على مرقص وازاي ان هو بتدقيق معين شرح حاجات تانية إلى نجيل تانية ما قالتهاش وإزاي إن في تكامل. هو ده كل واحد منهم كل واحد فيهم ذكر كل واحد منهم ذكر كده. طيب إيه أسلوب متى في الكتاب بتاعه؟ هو علشان نقارن ما بين البشائر الأربعة فهنتكلم على أسلوب كل واحد منهم. أسلوب القديس متى الرسول هو أسلوب تجميع ويمكن ده برضو كان بحكم وظيفة كل واحد وخلفيته بتخلي ان كل واحد ليه اسلوب مميز واسلوب جميل. طبعا مثلا شخصيته وعمله انجيل معلم متى الرسول كان راجل عشار راجل جامع ضرائب راجل بتاع ارقام وفلوس وحسابات فبيجمع فتلاقيه مجمع مثلا الموعظة على الجبل. ايوه كاتبها حلوه. واخده 3 اصحاحات اصحاح 5 و6 و7 تلاقي مثلا الموعظة على الجبل في انجيل معلمنا لوقا واخده في اصحاح 6 من عدد 20 لعدد 49 يعني واخده لها 30 عدد مثلا. لكن في انجيل معلمنا متى واخده 3 اصحاح. تلاقي معلمنا متى اسلوب التجميع تلاقيه بيعمل ايه؟ يجمع الويلات اللي ذكرت على الكتبة والفريسيين في اصحاح 23. تلاقي لما رب المجد شفى
الأعمى يقول شفى أعميين مجمع اتنين معجزتين، شفى مجنونين بيجمع. فليه أسلوبه كده؟ وكمان عشان إنجيل معلمنا متى مكتوب لليهود، أيوة. فتلاقيه لما يذكر حاجة يهودية ما يشرحهاش، ما يشرحهاش لأنه مكتوبة لليهود، فهم فاهمينها وهم عارفينها. تيجي لأسلوب معلمنا مرقص، أيوة. يقول عليه أسلوب سناب شوت. سناب شوت يعني واحد بياخد صور بالكاميرا، فهو بيركز على الأحداث والمعجزات، فبيركز على إيفنتس. معلمنا لوقا معلمنا متى شفناه بيركز على أقوال، لكن معلمنا متى مرقص بيركز على أحداث. فالأحداث بينقل من حدث لحدث، فهو أصغر بشارة من حيث الإصحاحات، 16 إصحاح، أيوة. بس ذاكر أكتر أحداث. عشان كده أكتر كلمة بتتكرر في إنجيل معلمنا مرقص كلمة وللوقت، لأنه بينقل وللوقت حصل كذا وللوقت حصل كذا، بينقل من حدث لحدث. أسلوب معلمنا لوقا، أيوة. ده أسلوب طبيب، ناريتيف. ناريتيف يعني راوي، فبيروي وبيروي بطريقة جميلة خالص. فتشوف حتى في البداية لما كان في ناس كثيرين ابتدوا في تأليف قصة على الأمور المتيقنة عندنا اللي احنا عارفينها يقينا، رأيت أن أكتب إليك أيها العزيز أوفيلوس بتدقيق من الأول، فبيدي مواصفات وتلاقيه يبتدي به لما كان طباريوس قيصر، لما كان مين ملك في اليهودية، لما كان مين في سوريا، لما كان في مدينة في كذا، كان في فتاة مخطوبة وفي الناصرة، فياخد من ايه؟ من امبراطور لمالك لبلد لفتاة في بلد. ده اسلوب يعني هو بيحاول يجمع احداث ترتبط بيروي. كلها بيروي احداث بيروي ترتبط ببعض، وحاجه كده يقول عليها ايه ثيولوجيكال هيستوريكال، يعني حاجه لاهوتيه تاريخيه، لانه بيربطها باحداث. وبيربطها كده ليه؟ عشان ما يجيش اي واحد في اي جيل يقول يمكن ما كانش في واحده عذراء، وطب كانت في اي وقت وفي اي عصر وفي اي مكان، وكان مين الحاكم وكان مين لا، ده بيربطها بتاريخ الدول وبتاريخ الشعوب علشان يأكد ويعرف. تلاقيه مثلا حتى في كل أحاديث أجليه رب المجد لما كان رايح معدي على مدينة نايين، فهيتكلم على إقامة ابن أرملة نايين في إصحاح 7، وهو الوحيد اللي ذكر المعجزة دي. يقول رب المجد وصل باب المدينة، فيبتدي يقول لك إيه وإذا ميت محمول. فشوف الكلام، ميت محمول متشال خالص. ابن وحيد لأمه، وصف بكل تدقيق، ابن وحيد أمه أرملة. يعني وصف كل حاجة في 4 كلمات خالص، زي لما تعمل تشخيص لمرض، فبيعمل تشخيص بيعمل تشخيص كده. أنا دايما لما أقرأ كده أقول كل كلمة تقطع القلب. الأعراض إذا ميت محمول ابن وحيد أمه أرملة، يعني شخصها وحللها. وما فيش اختصار بتعبير ودقة أقوى من كده، فيش أبدا. كل كلمة ليها معنى، معنى كبير. وحتى احنا اتكلمنا على ماري متى لما هو كاتب انه بحكم شغله، القديس لوقا بحكم شغله ده راجل طبيب، فيتكلم حتى على حماد سمعان بطرس، يقول انها اخذتها حمى، مش حمى، ده يقول حمى شديده. لما يتكلم على الراجل اللي فيه برص يقول كان مملوء برصا. هما متى ومرقص القديسين، يعني اسف لما اقول متى بس، لان القديس متى والقديس مرقص لما يكتبوا كده يقول لك المسيح شاف راجل ايده يابس، معلمنا لوقا يقول ايده اليمين.
يعني بطريقه بتحديد يد اليمنى، ما انت عارفه زي ما واحد هيكتب مثلا فراكشر لازم يحدد بالزبط. الكسر ده في رجل يمين ولا رجل شمال، يمكن يجي جاب الصور الرجل السليمه بيقول انه ده ايه كانت ايده ايه ايده اليمين يقول ايده اليمين. فبيذكروا كده دايما حاجات يعني ليها علاقه بال يعني مثلا عشان تبين الفرق. معلمنا لوقا ذاكر عن ازاي رب المجد يسوع شفى المرأة نازفة الدم اللي كان لها 12 سنة مريضة. وذاكرها معلمنا مرقص. فكان لها 12 سنة ومعلمنا مرقص مش طبيب. طب خلينا بقى نقارن بين الاثنين، وصفوها ازاي؟ معلمنا مرقص مش طبيب. فبيقول ان الست قعدت مريضة 12 سنة انفقت كل معيشتها على الأطباء وصارت لأردأ. راحت للدكاترة فحالتها ايه؟ سأت وتدهورت اكتر. معلمنا لوقا عشان هو طبيب فيكتب ايه؟ يقول لم تشفى من احد، من اي حد. بس بيقول لا ذكر انها انفقت كل معاشتها ولا ذكر ان حالها مع الدكاتره هو ايه؟ في الطب بتاعه اتدهور. هو ما شفتش بخافتش. يقول انها لم تشفى من احد. ففرق. القديس يوحنا الحبيب بقى، القديس يوحنا الحبيب كتب انجيله متاخر عن متى ومرقص ولوقا. اخر واحد. وكاتب عن اللاهوت. كلهم كتبوا عن اللاهوت بس هو مركز اكتر، عميق قوي، مركز اكتر. فالحاجات اللي ذكرت قبل كده ما رضيش يكرر كتير. فعشان كده فيه 90% من انجيل معلمنا يوحنا مش موجود في البشائر الثلاثه الاولانيه. بالمناسبه البشائر الثلاثه الاولى حسب معلمنا متى والقديس مرقص والقديس لوقا دول يقولوا عليهم بشائر سينوبتيك. سينوبتيك، كلمه سينوبتيك يعني يروا معا، تشوفيهم مع بعض، دول متقابلين، متشابهين، متقاربين، لكن ما هماش كابي من بعض. يعني ما فيهمش بشارة لما اقراها اقول ان انا مش محتاج ان انا اقرا البشارتين التانيين. لا، بس هم قريبين من بعض اكتر. يعني فيهم احداث متشابهة بس ده مزو يعني ذاكر حاجة ما ذكرتش هنا وده ذاكر حاجة ما ذكرتش هنا، فيتكاملوا كلهم مع بعض زي ما قلت شرحت. لانه ما عاملينش كابي وبيست من بعض يعني. فمعلمنا حنا 90% ما ذكرش قبل كده. والحاجة التانية 10% المشتركة حتى اغلبها في احداث القبض على رب المجد يسوع والمحاكم والصلب والقيام. مشابه. فالقديس يوحنا الحبيب بيتكلم عن حاجات لاهوتيه، لاهوت المسيح، في حاجات يقول عليها اسلوبه ميستيكال، اسلوب اسرار الهيه، اسرار الهيه. عشان كده يبتدي في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فلما اتكلم انا في الاب والاب فيا وانا اريد انهم يكونوا الجميع واحد ويكونوا فينا، وبيتكلم بحاجات اسرار لاهوتيه. ده زي لو الواحد يعني ارى كمان سفر الرؤيا ميستيكال برضو. اسرار كتيره جدا ربنا بروح القدوس انعم عليه هو انه يكتبها هو لوحده. اسرار، اسرار الهيه، اسرار واسرار لاهوتيه. لانه بيتكلم يقول الله لم يراه احد قط. الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. كان انسان جاء للشهاده ليشهد للنور على المعمدان. لم يكن هو النور بل جاء ليشهد للنور. كان النور الحقيقي اتيا الى العالم، كان في العالم والعالم به وكون به العالم ولم يعرفه العالم، الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، اما الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يكسروا. الله، فحاجه جميله رائعه خالص. لما يتكلم مثلا على بوضوح كده، مرات ناس كتيرة يسألوا كده يقول ليه السيد المسيح ليه المجد ما قالش أنا الله؟ يقول لا ده كتير قال.
زي مثلا في اصحاح 4 من انجيل معلمنا يوحنا مع المراه السامريه. ايوه لما قالت له مسيا لما يجي هيقول لنا، قال لها ما انا هو. ما انا لما اكلمك. في اصحاح 5 مثلا، ده في اصحاح 4. ايوه في اصحاح 5 لما يتكلم مع اليهود بعد شفاء الراجل المفلوج اللي كان ليه 38 سنه يقول لليهود على الله الآب مهما يعمله ذاك يعمله الابن ايضا. ايوه الآب يحيي الموتى، الابن يحيي من يشاء. الابن يحيي من يشاء. انتوا مش مصدقين؟ المفروض كنتوا تصدقوني، لانه ان الآب يشهد لي والاعمال اللي انا بعملها تشهد لي. وفتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياه ابديه وهي تشهد لي، ولان موسى شهد لي ولان المعمدان شهد لي، بالرغم ان انا مش محتاج شهاده انسان. يتكلم مثلا في اصحاح 8 اللي بيقولوا مرات انه فين المسيح قال ان انا هو الله. فقالوا له احنا من اب هو ابراهيم، لما قال لهم انتوا كذابين وزي ابوكم ابو الشيطان هو الكذاب وابو الكذاب، انتم من اب هو ابليس والشيطان هو وابليس هو كذاب وابو الكذاب. فقالوا له لا احنا ابونا ابراهيم. فقال لهم لو كنت اولاد ابراهيم كنت تعمل اعمال ايه؟ اعمال ابراهيم. هيقول لهم ان ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي، حب ان يشوف يومي. فرأى وفرح، فهم تعجبوا قالوا انت ما كملش سنة 50 سنة وشفت ابونا ابراهيم. قال لهم لا ده جاب لابراهيم انا كائن. بالانجلش كده يقول before ابراهام ايام. ايام دي اسم الله، اسم الله انا الله. بيفور ده حتى في ما تنفعش بالانجليش جرامر بس كده، ده المفروض تبقى بيفور ابراهام اي ووز، لا بيفور ابراهام اي ام، لانه كائن في الحاضر وفي المستقبل وفي الماضي. في الجريك ده اسم الله. باللغه الجريك دي ايجو امي، ايجو امي ده اسم الله مذكوره في خروج 3 لما ربنا ظهر لموسى النبي في العليقه وقال له طب انت يا رب اسمك ايه؟ قال له انا اسمي اهيا الذي أهيا. أيام هو أيام، يعني أنا الكائن. عشان كده اليهود يحيى يعني حياة، يعني كائن. أنا الكائن، كائن الكائن. فاليهود فهموا أنه بيقول أنا الله، فمسكوا حجارة عشان يرجموه. يعني كان كلامه إيه؟ كان كلامه واضح. واضح كان كلامه واضح وصريح وستريت خالص. وتلاقي في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 20 توما الرسول لما حط صبعه مكان جروح الصليب، فيقول قال اعتراف كامل كومبليت كونفيشن ماي لورد اند ماي جاد. لانه مرات ناس يقول لك ايه لو قال ماي لورد بس يمكن يقصد لورد يعني مستر يعني ولا ماستر ولا سيد. لا ده قال ماي لورد اند ايه ماي جاد، ربي والهي. والهي انت ربي والهي. يعني عايز في حاجه ملاحظتها يا استاذ ابونا عايز اقولها، يعني ساعات احنا بنعتب على توماس على توما ان هو شكاك. على أزمار الفاكت ممكن كل أي واحد في حياته الروحية يشك، لكن في نفس الوقت الشك اللي هو مر بيه قدم لنا أدلة بالعيان وباللمس إن المسيح هو الله ابن الله الحي، المسيح هو اللي صلب وجاء من أجلنا. يعني ده تعتبر أدلة من الأدلة بتاعت الكنيسة بتاعتها، ممكن نقول إن هو الشك ده ما كان ربنا استخدمه علشان يدي أدلة مور لنا. كلامك مظبوط خالص، بس هو من الأساس حتى بنقولها لأحبائنا المشاهدين ما ينفعش أعتب على توما الرسول. أنا مش بعتب، أنا بقول ده يعني حاجة. لا أنا مرات بتحصل من الناس إنه إيه يقول لك إزاي توما تشكك وغيره. أيوه. لأن توما ده من الرسل ال 12. الرسل ال 12 دي حاجة عظيمة خالص. يعني ما حصلتش. ده رب المجد قال ده هيقعدوا على 12 كرسي ويدينوا أصباط إسرائيل. يلا محبة الله إن يقول له تعالى وإلمس بإيدك. أيوه بس دي أنا بقولها زي إيه؟
فاكرة لما كنا نبقى في المدرسة ويبقى مثلا 2 3 رافعين ايديهم فعايزين يسألوا المدرس أسئلة، فالمدرس قال لأول واحد أيوة إيه السؤال بتاعك، فقال له أنا أسألي كذا، فالمدرس جاوب له عليه فقال للتاني وانت أسألك إيه، قال له لا خلاص ما أنا كنت إيه أنا كنت أسأل نفس السؤال وأنا خلاص دلوقتي عرفت الإجابة. فممكن أي واحد في أي جيل كان ممكن هيجي ناس يسأل نفس إيه السؤال خلاص هو السؤال قد أكمل هو سأله. فعشان كده دي كلها بنقول عليها دي لحسابنا. ديت لحسابنا. فالمقارنة ما بين البشائر الأربعة احنا خدنا مقارنة بس ما بين الستايل، لكن في مقارنات كتيرة ما بينهم. طيب نحاول نخش في المقارنات، بس إذا كنت قصدك ناخد فاصل للأول يعني فاصل تستريح شوية ناخد بركة وبعدين نرجع تاني. أعزائنا المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل الكلام عن البشائر الأربعة بتوع الكنيسة بتاعتنا.
أعزائنا المشاهدين بنرحب بيكم تاني في الحلقة اللي فيها أبونا دانيال بيتكلم عن البشارة الأربعة. قبل ما نخش في التفاصيل بتاعت كل بشارة وكل إنجيل يا أبونا، لفت نظري حاجة مكتوبة في الكتاب بتاع حزقيال، بيقول إن هو شاف رؤية. فخلينا نشوف الرؤية دي والرموز بتاعت الأناجيل بتاعتنا. بس قبل ما ابتدي في الموضوع ده، عندنا الأخت سامية عايزة تسأل حضرتك سؤال. سامية أهلا وسهلا. أخت سامية كده مبونة من فضلك. أيوة تفضلي، أهلا وسهلا. أوكي مساء الخير أخت أبونا. أهلا مساء الخير. أوكي ممكن بس أطلب من أختك طلب، معلش سامحني. إذا أختك مثلا يعني يكون في كده يوم من الأيام الأسرة بتجري اللي هو يوم الثالث من الشهر، سفر من أسفار أسرك مثلا يشرح لنا كلها، زي سفر دانيال، سفر أرمية، رسائل بولس الرسول. احنا عملنا كده تتشرح بحيث ان احنا نتجاوب مع عملنا كده. لو تفتكري المرة اللي فاتت اتكلمنا على سفر أشعياء، وقبل كده مرة اتكلمنا على أعمال الرسل. بس أوكي، بس يعني فاكر لو مثلا هم عايزين قصص يقول لنا مثلا المرة الجاية قصة كانت في كذا سفر كذا، الواحد يقراه كله ونفهم يعني من قصتك. طبعا كل الحاجات اللي بتبقى جواها صعبة، كلمات أو معاني. حاضر، شكرا لقصتك. شكرا، شكرا جدا. شكرا. أوكي. سلام. ألف شكر أخت سامية على الاقتراح الجميل. وأبونا كان مسجل حاجات كتيرة عن كان سفر الرؤية عملناه مرنا في برنامج اعرف كتابك، فلكن ممكن يعني قناة اللوجوس بعد ما نخلص نعيد العرض مرة تانية. أوكي ألف شكر أتسبنا، ربنا يزيدك من نعمته. في الكتاب بتاع حزقيال بيقول إن هو شاف رؤية ملايكة ليهم وشوش متعددة، واحد وش وراجل، واحد وش كاف، واحد وش لاين أسد، وتاني بتاع ده هوت نسر. وبعدين الكنيسة ليها عندنا تشبيه للأربع بشائر دي، كل واحد ليه شبه. وبعدين حاجة كنت براها بتقول إن برضو يوحنا في سفر الرؤيا أربعة كتب على حاجة زي كده. هو مش كتب على حاجة زي كده بس دول الأربع الكائنات الغير متجسدين، دول اللي حاملين عرش الله. فدول يعني شافهم بعينه، شافهم في الرؤية في رؤية أربعة، وشافهم في سفر حزقيال في الإصحاح الأول في الإصحاح الأول. ففي سفر حزقيال الإصحاح الأول، وفي سفر الرؤية الإصحاح الرابع. فدول أقرب كائنات سمائية بالنسبة قريبة لربنا، فدول اللي حاملين عرش الله، ودول ليهم عيد في الكنيسة عندنا بنعيد لهم The Four Incorporeal Creatures. ودايما حتى في الكنائس بتاعتنا القبطية الأرثوذكسية تلاقيها انه دايما في حضن الآب الله جالس على العرش، وحواليه الأربع الكائنات الغير متجسدين. واحد برضو ليه شبه أسد، واحد شبه الكاف. الأربع كائنات الغير متجسدين، أول واحد قال انهم يرمزوا للبشائر الأربعة القديس إيرينيوس، تلميذ القديس بوليكاربوس اللي هو تلميذ يوحنا الحبيب. أيوه. اللي هو كان في القرن الثاني المسيحي. فالإنجيل معلمنا متى رمزه إنسان. أيوه. ليه؟ لأن بيبتدي إنجيله كده كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، ويبتدي يتكلم على اللي هو الجينيولوجي الكرونولوجي بتاع رب المجد يسوع حسب الجسد. فبيذكر إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا، وهكذا. علشان بيتكلم على ابن الإنسان، فعشان كده رمز إنجيل معلمنا متى إنسان. وإنجيل معلمنا مرقص بيرمز ليه بالأسد. هل أسد عشان الأسد ده عشان هو أسد يهوذا المسيح يبقى أسد يهوذا؟ هو رب المجد يسوع حسب سفر الرؤية الأسد الخارج من سبط يهوذا. يعني لا، بس في إنجيل معلمنا مرقص علشان هو بيبتدي إنجيله بخدمة المعمدان، وبيقول في أول إصحاح
صوت صارخ في البرية, أعدوا طريق الرب. فإيه الصوت الصارخ في البرية؟ اللي هو صوت ملك الغابة اللي هو إيه؟ الأسد. إنجيل معلمنا لوقا هو رمزه الثور. الثور عليه. لأن الثور كان بيقدم ذبيحة. وإنجيل معلمنا لوقا يبتدي دايما بالهيكل اللي بيقدم فيه الذبائح. فبيبتدي كده في الإصحاح الأول بزكريا الكاهن لما كان في الهيكل وبيقدم بخور. وينتهي إنجيل معلمنا لوقا بالهيكل برضه. آخر كلمتين فيه إن التلاميذ كانوا في الهيكل يسبحون ومجدون. يعني هو عايز يقول لنا إن المسيح هو الذبيحة بتاعتنا. لأنه بيتركز على الخلاص. إنجيل معلمنا يوحنا بيرمز إليه بالنسر. لأن النسر طائر يقدر يحلق عاليا في السماء. ده بيطلع فوق السحاب. خالص. فعشان يعني كده معلمنا يوحنا بيحلق كده في اللاهوتيات. أيوه. وبيقولوا يعني حاجة على النسر, بيقولوا إنه يقدر يفتح في الشمس. كمان يعني دي قوة بتاعته ربنا مدها. يقدر يفتح في الشمس يا رب, لأن يوحنا الحبيب بيكتب عن شمس البر. يكتب عن رب المجد يسوع في لاهوته. فدول الرموز الأربعة بتاعة البشاير حسب ما ذكر في سفر حزقيال وحتى حسب ما ذكر في سفر الرؤيا. الرؤيا والقديس إيرينيوس. طيب كل كتاب فيهم اتكتب لبوبيليشن معينة, للناس معينين. ناخد ماثيو الأول. متى كتب لمين؟ زي ما ذكرنا إن القديس متى الرسول كتب لليهود. عشان كده كل العهد الجديد مكتوب بلغة يونانية, لغة اسمها كويني. اللغة اليونانية الدارجة الكويني دي ابتدت في القرن الثالث قبل الميلاد واستمرت تقريبا للقرن الخامس الميلادي أو السادس. فاللغة الكويني دي ما بين الكلاسيك وما بين المودرن جريك. فديت فالوحيد اللي كتب يقولوا إنجيله بالأرامي هو معلمنا متى, وهو بنفسه أعاد كتابته باليوناني. واليونانية وقتها كانت هي اللغة العامة زي انجليش دلوقتي, كل حد يبقى عارف انجليش. فالقديس متى الرسول كتب لليهود, علشان كده ما بيكتبش الحاجات لما يذكر حاجة يهودية ما بيشرحهاش, لأنهم هم إيه عارفين الدقوس بتاعته. القديس ماري مرقص كتب للرومان. فعشان كده بيذكر كلمات رومانية في يعني لما يذكر كلمة سرير يذكرها بالروماني. لما يذكر ان جلدوا المسيح بالصوت, الصوت ده بيقول عليه فرئلا. فرئلا دي روماني. فبيذكر حاجات رومانية كده لأنه هو بيكتب للرومان, ولأنه هو من الأصل كيرواني. معلمنا لوقا كاتب معلمنا مرقص عشان كاتب للرومان. والرومان كان عندهم الست برضو لها وضعها. فهو الوحيد اللي في بشارته يذكر إذا طلقت امرأة رجلها تزوجت بآخر تزني. فالوحيد اللي يذكر إذا طلقت امرأة رجلها. إنجيل معلمنا لوقا مكتوب لليونان. حتى الاسلوب اللي اتكتب بيه اللي هو اسلوب الراوي اللي كاتب ورابط بالدول اللي حواليهم والتاريخ وكده, فحاجة رائعة خالص. القديس يوحنا الحبيب كاتب للكل. القديس يوحنا الحبيب كاتب للكل. دي مقارنة بس من حيث كتب لمين. طب ازاي اشوف في كل بشارة رب المجد يسوع وشخصه؟ رب المجد يسوع في إنجيل معلمنا متى هو الملك. فعشان كده إنجيل معلمنا متى يقول عليه إنجيل الملكوت. وديت احنا مش بنقولها عشان مجرد معلومات. ده المفروض عشان ترتبط بحياتنا.
فدايما محتاجين ان اللي يسمع يترجم الحاجة لحاجة يستفيد هو منها. لما يكون رب المجد يسوع هو الملك، يبقى هو ده اللي يملك على قلبي، اللي ما شركش حاجة غريبة معايا في داخلي. الحاجة التانية عشان انجيل معلمنا متى هو انجيل الملكوت، تلاقيه ذاكر خمس عظات طويلة لرب المجد يسوع، كلهم مرتبطين بالملكوت. يقول ازاي عرفنا انهم خمسة عظات طويلة؟ لانه في نهاية كل واحدة من الخمسة يقول ولما اكمل يسوع هذه الاقوال، او ولما اتم يسوع هذه الاقوال. فتلاقي دستور الملكوت في اصحاحات 5 و6 و7. فده دستور الملكوت اللي فيه التطويبات. الموعظ على الجبل. قدسك بتقول الدستور الملكوت، وضح ايه الدستور الملكوت. يعني مثلا احنا في دولة، الدولة دي لها كونستيتيوشن. لها دستور، حد يقدر يخالف الدستور؟ لا. وكل يمشي بيه ومنه تخرج كل القوانين التانية. هدية الموعظ على الجبل دي القمة. عشان كده الموعظ على الجبل اللي هي 3 اصحاحات طوبة. يقول القديس اغسطينوس كاتب كتاب عنها. على الموعظ على الجبل. الله ينح نفسه البابا شنودة كاتب كتاب عن الموعظ على الجبل. فتلاقي عظات كاملة بس عشان ايه؟ الموعظ على الجبل. يقول له حكيم الهند غاندي، يقول الناس لما كانوا يتجمع حواليه ويقول له عايزين نسمع كلام حكمة، بالرغم ان هو ما كانش مسيحي، كان يجيب لهم من الموعظ على الجبل يقرأ لهم، يقول لهم ما فيش كلام أروع من كده. ففيها التطويبات وفيها التو ميتافورز اللي هو التشبيهين، انتم ملح الارض وانتم نور العالم. وفيها ما اصلا بقول على 8 بياتيتيودز 8 تطويبات و2 ميتافورز، انتم ملح الارض وانتم نور العالم. ودي بتحط علينا مسؤولية كبيرة، بتوري المسيحيين هم ايه بالنسبة للعالم، وايه المسؤولية اللي عليهم، ايه اللي واجب عليهم انهم يعملوه. الحاجة التانية بيذكر فيها مثلا طريقين، في طريق قرب وفي طريق واسع، في باب ضيق وفي باب واسع. الباب الواسع بيوصل الهلاك، والباب الضيق هو اللي بيوصل للملكوت. لان الباب الضيق في حاجات معينة يقول لا ما ينفعش اعملها، ما يصحش ان انا اعملها، في حاجات معينة ما ينفعش ان انا اقولها. دي مسألة طيب ليه بيقول عليها باب ضيق؟ ليه شبهه بباب ضيق؟ لأن الإنسان بيضيق على نفسه. ما ينفعش أعمل كذا، ما ينفعش أقول كذا، ما ينفعش أتصرف كذا. لكن أهل اللي بعاد عن الله بيحط نفسه حدود. ما الحدود دي حسب كلام الله. لكن الإنسان اللي ما يهموش كلام ربنا وبعيد عن الله، دي العملية يعني سايبة ما فيش. وبيتكلم كمان على الشجرة شجرتين، فتكلمنا على تشبيهين، وتكلمنا على ايه؟ على بابين، على طريقين. بيتكلم كمان على شجرتين، شجرة جيدة تصنع ثمر ايه؟ جيد. وشجرة رديئة تصنع ثمر ايه؟ رديء. تصنع ثمر رديء. ويتكلم كمان على بنايين، يقول اللي يسمع كلامه ويعمل بيه يشبه راجل عاجل بنى بيته على صخر، على الصخر. واللي يسمع كلامه ما يعملش بيه يشبه راجل جاهل بنى بيته على الرمل. فبيتكلم على بنايين. ففيه ناس بتأسس على صخر، وفي ناس بتأسس على ايه؟ الرمل. على الرمل. والفرق ما بين واحد بيسمع واحد ويعمل، وفي واحد بيسمع وما بيعملش. في واحد بيسمع ويعمل، وفي واحد بيسمع وما بيعملش. ده الفرق. بيتكلم كمان على 3 اركان العبادة في اصحاح 6 اللي هم الصلاة والصوم. والصلاة عشان تصعد ترتفع كده محتاجة زي الطائر عايزة جناحين، عايزة صدقة وعايزة ايه؟ وعايزة صوم. فصدقة والصلاة والصوم. وبيقول على اللي بيتميز التلاتة، الصفة اللي تميز التلاتة انها تكون في الخفاء. انها تكون ايه؟ في الخفاء لربنا. ربنا يجزيك على الواحد بينه وما بين ربنا. والله هي تتعمل في الخفاء، بس الله لما يكافئ يكافئ ايه؟ في العلانية. علانية.
الله يكافئ على نيتك. وفيها النقلة قيل لكم أما أنا فأقول، شوف السلطان الإلهي، قيل لكم أما أنا فأقول، وأنا ما جيتش علشان أنقض، أنا جاي عشان أكمل. عشان أكمل. أنا جاي علشان أكمل. فبيكمل، قالوا لكم ما تقتلش، أنا هقول لك لا، تنزع الغضب من جذوره، فبيكتس الخطية من جذورها. قالوا لكم ما تزنيش، بس أنا أقول من نظر إلى امرأة فيشتهيه فقد زنى بها في قلبه، وهكذا. فديت اسمه دستور إيه؟ دستور الملكوت. ده دستور الملكوت. وبيتكلم على ازاي ما تدينش، وما تدين اخوك، اخلع الخشبة من عينك الاول علشان تقدر تشوف، علشان بدل ما تنتقد القذى اللي في عين اخوك. لانه بيحضرنا ان احنا ازاي نكون قديسين عشان نروح الملكوت. ده دستور الملكوت. اصحاح 10 اللي ذكرناه من شوية، دول خدام الملكوت الرسل ال 12 والوصايا اللي وصاها لهم، وذكر اسمائهم، اسماء الاباء الرسل ال 12. اسماء الاباء الرسل ال 12 مذكورين في متى 10، ومذكورين في مرقس 3، ومذكورين في لوقا 9، ومذكورين في اعمال 1. يبقى الليستة بالاسماء الرسل ال 12 مذكوره كم مره؟ أربع مرات. طب قبل ما نكمل يا أبونا، الأخت إيفلين عايزة تسأل قصتك سؤال. أخت إيفلين أهلا وسهلا، اتفضلي أخت إيفلين. يمكن قفلت. طب نكمل نكمل تاني يا أبونا، أنا آسفة اللي قطعتك. الأربعة الليستة بتاعت الأسماء الأباء الرسل موجودة، قلت في أعمال 1 ومتى 10 ومرقس 3 ولقى 9. دول يعني رقم 1 هو نفس الشخص، نفس الرسول في الأربعة الليستة. رقم 5 هو نفس الرسول في الأربعة الليستة. رقم 1 هو القديس سمعان بطرس، ورقم 5 هو القديس فيلبس، ورقم 9 هو القديس يعقوب ابن حلف. فكده يبقى الليستة ال 12 اتقسمت ثلاث مجموعات. طب الاخت ايفلين رجعت يا بنت. اهلا وسهلا اخت ايفلين، اتفضلي. اهلا يا دكتور، ازيك يا ابونا؟ نقبل ايادي. اهلا وسهلا بيك، خدنا بركه. كنت عاوزه اطلب الصلاه، الله يخليك ابونا. حاضر. وممكن أردت الصلاة باللغة الأرامية، احنا بنصليها كل يوم الأربع للعذراء. هي بتقول يعني العذراء هي كانت من بيت داود وأبراهام، وحبلت بالمسيح بالروح القدس. أي. ممكن؟ اتفضلي. من بيت داويد ووراهم قوابارو يا لو تلتا واشرب خلك سيوسي، ومن خيل درو خد قدشة بطنة يلدات لمشيخة ديا ندرو موعمقا ما يا يلام شباخ بويتها انا قديشات اذ ابنين ويه واشليخي وسادي وخهني وملفاني ومذقن بيطاف طول سلسيار خوسايت يلد ودادام. متشكرة يا أبونا. شكرا، ربنا يبارك، ربنا يعوضك كل خير. كنت أتمنى الجيل ده تعبنا أوي يا أبونا. تعيش، ربنا يبارك لك. كنا نتمنى كنا عارفين أرمني كده فنبقى عارفين الصلاة اللي انتو بتقوليها. احنا بنصليها يوم الاربعاء، عشان يوم الاربعاء للعذراء كله الصلاة كله بتبقى على العذراء. ربنا يبارك لك يا رب، بركة شفاعة الست العذراء تكون معنا جميعا. امين يا رب. ابونا عودت نستنى نسكننا في صلواتك. صلاة القديسين دايما تكون معاك. امين امين. صلاة العذراء ام النور. طيب يا ابونا احنا كنا بنكمل قدام الملكوت. كنت ايوه. فديت بتخلي الليستة باسماء الاباء الرسل متقسمة ثلاث مجموعات. وانا بذكرهم علشان نتبارك لما نذكر اسمائهم. فالاربعه الاولانيين القديس سمعان بطرس واخوه القديس اندراوس، يوحنا الحبيب، ويعقوب ابن حلف ويعقوب ابن زبدي، فيلبس الرسول وبرسلماوس، متى الرسول وتوما، والاربعه الاخرانيين يعقوب ابن حلفه واخوه القديس يهوذا لباوس تداوس،
وسمعان القنوي سمعان القنوي غير القيروان القيروان اللي شال الصليب بالزبط. سمعان القنوي والقديس سمعان الغيور ومتياس اللي اختاروه مكان أهوزة. يبقى دستور الملكوت 5 و6 و7 خدام الملكوت اصحاح 10 امثال الملكوت اصحاح 13 امثال الملكوت اللي يقصد بيه امثال الملكوت سبع امثال مذكورين في اصحاح 13 يشبه ملكوت السماوات كذا 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 زارع خرج ليزرع شبكه مطروحه في البحر وجمعه من كل نوع لؤلؤه مدفونه الكنز المخفي في حقه اللؤلؤه كثيره السمن يتكلم على ما يخرج من كنزه كاتب متعلم يخرج من كنزه جددا وعتقاء والحنطه والزوان فبيذكر امثال ايه أمثال الملكوت ده إصحاح 13 إصحاح 18 صفات أبناء الملكوت إيه هما بايبون اللي هو إيه يقول التلاميذ كانوا بيتساءلوا هو مين اللي هيكون أعظم في الملكوت فرب المجد راح جاب لهم إيه طفل وقال لهم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات وكان يقصد إيه؟ تواضع يقصد محبة يقصد كل تسامح يقصد التواضع إيه؟ التواضع والبساطة والطهارة يعني كل الصفات الحلوة اللي في الطفل الطفل فيه صفات حلوة بناخدها وفي حاجات مش عايزينها إن الطفل الحاجات اللي مش عايزينها مثلا إنه ينقاد ينقاد او يطلع اناني ممكن لا هو الطفل ينقاد يعني اقدر اجره اخده اشرق اغرب عشان كده القديس بولس الرسول في رساله افسس قال لا تكونوا كاطفال من الناحيه دي لكن يقول ترجعوا مثل الاولاد في الصفات الثانيه الحلوه اللي هي ايه الاولاد في بساطتهم لما يقعد الاولاد يلعبوا مع بعض شو يقول ده غني وده فقير الاولاد في تسامحهم يبقوا متخانقين وبعد شويه تلاقيهم ايه يرجعوا بيلعبوا الاطفال في طهارتهم حتى الواحد منهم لو خلع عريان تلاقيه مش مكسوف مش خجلان ففي يعني في طهاره ايه اكتر من كده يعني. الاطفال في اتضاعهم ما فيش طفل بيتكبر على التاني ما فيش طفل بيتكبر ان لم ترجعوا تصيروا مثل الاولاد فلن تدخلوا فقال له أنا كم مرة أسامح أخوي أسامحه 7 مرات فقال له إيه 70 إيه مرة فبيتكلم على كل الأصحاح ده صفات أولاد الملكوت وبذكرنا كم دلوقت 4 دستور الملكوت 5 و6 و7 خدام الملكوت أصحاح 10 أمثال الملكوت أصحاح 13 أبناء الملكوت أصحاح 18 ومجيء الملكوت المجيء الثاني اصحاح 24 ده متى بيتكلم عليه بدقه بقى شويه حاجات ممكن الواحد ما يعرفش يفسرها فاصحاح ايه قدسك 24 اصحاح 24 وفي 25 كمان لان 25 بيتكلم على امثال خاصه بالمجيء الثاني زي المثل اللي مذكور وحيد في انجيل معلمنا متى مش مذكور في بشير ثانيه العذارى الحكمات والجاهلات العذارى حجمات الجهنم اصحاح 24 بتاع المجيء الثاني وممكن علشان الاخت ساميه اللي سالت ان احنا ممكن نتكلم عن ايه ممكن المره الجايه اذا احيانا الله باذن الرب يسوع نتكلم عن المجيء الثاني بتفصيل طيب في كل الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد بس باختصار اصحاح 24 بيتكلم على خراب اورشليم والمجيء الثاني ودي اللي مرات تخلي الناس ايه تتلخبط شويه ما يبقوش عارفين ليه لانه الحاجات اللي هي في المستقبل الحاجات اللي هي نبوات عن اللي هيحصل دي بتبقى عامله زي الجبل انت لو بصيتي على جبل من بعيد بتشوفي التفاصيل بتاعته ولا بتشوفيه جبل حته واحده لكن لما تقربي تشوفي فيه هضاب وتشاف فيه تلال وحته عاليه وحته منخفضه وتعرف التفاصيل فيها حته زرع وزرع فهي من بعيد باينه كده كانها نبوه واحده ولكن لما تقري بتفصيل لا دي خراب اورشليم
ديت عن المجيء التاني. فعشان كده نتكلم على التفاصيل بتاعتها بنعمة ربنا المرة الجاية بإذن الله. ده أسلوب إنجيل معلمنا متى بيتكلم عن الرب المجد يسوع كملك الملك. معلمنا مرقس بيتكلم عن الرب المجد يسوع الخادم. ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم, بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. فبيتكلم على رب المجد يسوع الخادم. ابن الله صار خادما للبشرية. ده التواضع الحقيقي. وهو قدم لنا نفسه مثال علشان احنا نتبع اثر خطواته. امين. لان بيقول كده في رسالة معلمنا يوحنا الحبيب الاولى: من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك يسلك ايضا. يقول لي حب فيكم يكون عظيم يكون ايه؟ خادم. اخر الكل وخادم الكل. اخر الكل وخادم الكل. وده عكس الروح بتاعت العالم. روح العالم انا اتفاخر اقول كم واحد بيخدمني عندي خدامين كده. لكن عندنا في المسيحية لا, ده انا بخدم الناس ازاي. امين. انا بخدم الناس ازاي. فده الاتضاع واللي ربنا رب المجد قدمه كمثل حقيقي بالفعل في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 13 لما قام وغسل رجلين تلاميذه. لانه ما كانش مطلوب من الخدام حتى اللي في البيت ان يغسل رجلين السيد. ولكن هو قام وغسل رجلين عبيده. قام وغسل رجلين تلاميذه. عكس الروح اللي موجوده في العالم اللي فيها كبرياء. في انجيل معلمنا لوقا بيتكلم على رب المجد يسوع المخلص. عشان كده بيتكلم كتير على ايه؟ الذبايح الهيكل والذبايح. الحاجه الثانيه كمان انه في انجيل معلمنا لوقا يذكر حاجات زي ما ذكرتي انه عرف معلومات حاجات كتيره من الست العذراء. فتلاقي في انجيل معلمنا لوقا تسابيح مش موجوده في البشائر التانية. زي مثلا تسبحه الست العذراء. يقولوا ماجنيفيكات. ماجنيفيكات ده الاسم لان دي كلمه لاتيني هي بدايه التسبحه بتاعت الست العذراء. كلمه تعظم. معظم من النور. تعظم نفس الرب. في تسبحه زكريا بعد ولاده يوحنا المعمدان. يقولوا عليها بنديكتس لان كلمه بنديكتس باللاتيني ام مبارك. لأنه هو ابتدى كده كلمة مبارك الله الذي افتقد شعبه وصنع فداء لشعبه. فبيأخذ أول كلمة بنديكتس. في تسبحة سمعان الشيخ اللي شال رب المجد يسوع لما كان بالجسد 40 يوم. وديت بيقول عليها نينكديميتس. نينكديميتس لأن دي بداية الآن يا سيد اطلق عبدك. أيوه. اطلق عبدك هي بنقولها في صلاة النوم. الآن يا سيد اطلق عبدك بسلام حسبكم. في إنجيل معلمنا لوقا بيركز إن كل البشائر عارفة إن الخلاص ده مش لشعب إسرائيل بس. للعالم كله. ده للعالم كله. ده حتى في إنجيل معلمنا يوحنا قال إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. لم تأمل الذين قبلوا. وفي إنجيل معلمنا متى اخر اصحاح لما جاء رب المجد يرسل التلميذ قال اذهبوا تلمذوا جميع الامم وعمدوا. لانه مرات ناس بيقول لك المسيح ده كان جاي لليهود. لا, ده جاي للعالم اجمع. ده الله اللي تجسد للعالم اجمع. قال عمدوا للناس وبشروا جميع الامم. ما قالش بس اليهود. فعشان كده في انجيل معلمنا لوقا يقول ايه؟ يقول نور اعلان للامم ومجدا لشعبك اسرائيل. فده نور اعلان ليه؟ للامم كلها. فعشان كده لما يتكلم يقول رب المجد يكلم اليهود ويقول لهم الي لما راح للارمله. راح لارمله ايه؟ صرفت صيدا. ما راحش الارمله من اليهود. يقول لهم انه يونان ارسل للامم لاهل نينوى. يتكلم كده انه رب المجد لما شفى بنت
المرأة الفينيقية كنعانية ديت من الأمم. واستفانوس لما كان بيخدم الأرامل اللي هم اليونان ما بس مش اليهود يعني. لا لا ده كمان لا على على صفات إنجيل معلمنا لوقا كمان. أنا بقول يعني إن هو جرب المجد يسوع. طبعًا ما هو لا ما راحوا بشر الآباء الرسل للعالم أجمع. أيوة. بس أصله مرات ناس بيقولوا لا ده فين إن المسيح قال على إنه جاي للعالم أجمع. أقول ده كتير كتير خالص. يقول القديس يوحنا الحبيب في إنجيله إصحاح 3 عدد 16 الآية المشهورة اللي بتعتبر السنتر بتاع الكتاب المقدس يقول هكذا أحب الله العالم. ما قالش إسرائيل بس. لا العالم كله. هكذا حب الله العالم. ويقول انه في انجيل معلمنا لوقا الملائكة لما بتسبح المجد لله في العالم وعلى الارض السلام وبالناس الناس كلها وبالناس المسرة. ده في مرتين مذكور في انجيل معلمنا لوقا ان رب المجد تعجب. المرتين تعجب من الايمان وتعجب من عدم الايمان. بالظبط. اتعجب من عدم ايمان اهل الناصرة اللي هو اتربى معاهم وسطيهم. تعجب من عدم ايمانهم وقال لهم لا نبي بلا كرامة الا في وطنه. وتعجب من ايمان واحد مش يهودي اللي هو روماني كان اللي هو قائد المئة في انجيل معلمنا لوقا اصحاح 7 وقال لهم لو كان في قال لم اجد في اسرائيل إيمانا بمقدار هذا. لم أجد في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. فبيورينا إزاي الصفات بتاعت إنجيل معلمنا لوقا. إنجيل معلمنا يوحنا. قبل ما ندخل في إنجيل معلمنا يوحنا عندنا الأخت بهير على التليفون. حاضر. أخت بهير أهلا وسهلا اتفضلي. ألو. مساء الخير. أهلا وسهلا اتفضلي أخت بهير. أنا طبعا بشكرك جدا على البرنامج الحلو ده وبشكر أبونا وربنا يعوضه على محبته الجميلة على حضوره في اللوجوس يعني. بناخد بركة. مشوار بعيد قوي وكنت عايزة أطلب منه تلبس طلا لأولادي رامي وتوني. الله يخليك يا أبونا أذكرهم على طول. ربنا يتمجد معهم يا رب. بركة ست العذراء وبركة القديسين. وكنت عايز أعرف الإعادة بتاعت البرنامج لأن أنا ما جيتش من أوله وأنا بزعل جدا لأن قدتك يعني ما يصحش نفوت حرف من الكلام. تعيش ربنا يبارك لك يا رب. الإعادة إمتى قدت أبونا؟ ممكن أقول لهم قدت أبونا؟ اتفضلي. بإذن الله بكرة الصبح الساعة 11 في إعادة. أيوة. لأتسبونا للحلقة ديت ويوم السبت الساعة 9:30 بالليل. طيب يعني بكرة الساعة 11 بتوقيت كاليفورنيا انت عارفة. طب طيب. يوم السبت 9:30 بالليل ويوم وبكرة الصبح الساعة 11 الصبح. طيب ميرسي خالص وربنا يعوضك يا ولد. ربنا يبارك لك يا رب تعيش. ربنا يحافظ عليك. ميرسي خالص. اوكي يا ابونا الف شكرا. يعني انا اسفه اذا كنت لا 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 خالص لا خالص ناخد بركه. وفي نفس الوقت ده بيشجعنا ان في ناس كتير بتتعلم من الحاجات اللي قدسك. العفو العفو احنا كلنا بنتعلم. فكنا داخلين في موضوع ابونا القديس لوقا وان هو قال ان هو المخلص. في انجيل معلمنا يوحنا لما اتكلمنا ان هو رب المجد هو الله. فعشان كده بيبتدي اللي هي البداية في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله. بيذكر فيها الحاجات اللي ذكرت عن رب المجد ويسوع بوضوح انه هو الله. وعشان كده بيذكر اللي هو اسم الله اللي هو قال انا هو. فذكرها كتير خالص. من ضمنها 7 بالتحديد ذكر انا هو بالصفة اللي وراها. فقال في يوحنا 6 قال انا هو خبز الحياة. انا هو خبز الحياة. وفي يوحنا 8 قال انا هو نور العالم. وحتى مره ذكرتها واقولها تاني. ايوه رب المجد يسوع في يوحنا 8 قال انا هو نور العالم. وفي متى 5 في الموعظ على الجبل قال انتم نور العالم. انا هو نور العالم انتم نور العالم. فدي زي ايه رب المجد يسوع هو شمس البر. هو الشمس شمس البر. واحنا زي القمر. القمر بياخد نوره منه من الشمس من الشمس. بس لما تيجي الارض ما بين الشمس والقمر فالقمر يظلم. فاحنا بناخد نورنا من ربنا. لو خلينا الارض العالم يجي بيننا ما بين ربنا يحجبنا عن الله مش هننور. يحجبنا عن ربنا.
فقال أنا هو خبز الحياة في يوحنا 6، أنا هو نور العالم في يوحنا 8، في يوحنا 10 قال أنا هو الرعى الصالح، وفي يوحنا 10 برضو قال أنا هو باب الخراف، يوحنا 11 قال أنا هو القيامة والحياة، وفي يوحنا 14 قال أنا هو الطريق والحق والحياة، وفي يوحنا 15 قال أنا هو الكرم الحقيقي. دول 7 مرات ناس بيكتبوا فيهم كتب كده 7 جريت أيام، 7 أيام. دول مش عشان مجرد آيات الواحد يحفظها بس، دول مش مجرد علشان الواحد يبقى عارفهم بس، ده دول فيهم كفايتنا، فيهم كل احتياجاتنا. يعني لو أنا جعان أقول أنا هو خبز الحياة، هو الخبز الحقيقي النازل من السماء، اللي قال في التجربة قال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. الله، وده رب المجد يسوع اللي قاله في نفس الإصحاح 6، من يأكل جسد ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، من يأكل جسد ويشرب دمي فله حياة أبدية. فالاحتياجات بتاعتي ألاقيها فيه، محتاجة يقول عليها مشتملات الخلاص، محتاج أن أنا أثبت في المسيح، ومحتاج أن أنا يبقى لي حياة أبدية، ومحتاج مغفرة خطاياي، يقول يعطى لمغفرة الخطايا. فمغفرة خطايا ثبات في المسيح حياة أبدية. لو أنا مثلا حاسس أن الدنيا ضلمة حواليا يقول لي أنا إيه؟ أنا النور، أنا نور العالم، عايز حد يهتم بيا وياخد باله مني يقول أنا الرعى الصالح. حاسس الدنيا مقفلة حواليا يقول لي أنا باب الخلاص، حاسس أن أنا ميت روحيا يقول لي أنا الجيام، ويقول ده أنا أجيت عشان أدي لك حياة وعايزنا نبقى أفضل. عشان كده في إنجيل معلمنا يوحنا 10:10 يقول أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. عايزنا دايما أفضل في كل شيء، أفضل في حياتنا وأفضل في تصرفاتنا وأفضل في أسلوبنا وأفضل في أهدافنا وأفضل. أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. ممكن أي واحد يقول الحياة الأفضل دي ربنا يعني وهو بيقولها بس أنا مش حاسس بيها ومش عايشة، ما مش عايشة. في إنجيل معلمنا يوحنا برضو فيلبس الرسول بعد ما رب المجد دعاه يبقى رسول في الإصحاح الأول، راح لناثنائيل فقال له تعالى مسيا من الناصر، قال له من الناصر يخرج شيء صالح، قال له تعالى وإيه وأنظر. فاللي يقول كده هنقول له نفس اللي قاله في لبس لناثنائيل، قال نقول له تعالى ايه وانظر، لان بيقول كده ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. ايه رايك لو انا قعدت احكي الواحد على طعم العسل هو ما كلهوش؟ طب ما تعالى ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. بس نفس انجيل معلمنا يوحنا برضه اصحاح 4، المراه السامريه راحت لاهل السامره قالت لهم تعالوا انظروا انتوا بنفسكم ايه، تعالوا شوف. فلما جو قالوا لها احنا مش عشان كلامك امنا، ده احنا بس هم في الحقيقة ابتدوا بكلامها. ما ايه اللي خلاهم جو رب المجد لما هي قالت لهم؟ فقال لهم مش عشان كلامك امنا، ده احنا عشان ايه شفنا وسمعنا بنفسنا. فبيقولوا النجلة دي من الإيمان الخبري لإيمان الخبرة. أيوة الخبرة. فحد خبرهم الأول، مين اللي خبرهم الأول؟ السامرية. هم جوه اتقابلوا مع رب المجد فعملوا إيه؟ خدوا الخبرة. اختبروا. خدوا الخبرة. فحاسس إنه أنا تايه يقول لي أنا الطريق. حاسس إن أنا مظلوم يقول لي أنا الحق. محتاج ان انا غذا باستمرار يقول انا الكرمة الحقيقية. واحنا ايه؟ واحنا الاغصان والغصن محتاج انه يعطي ثمر، والثمر جيد والثمر يدوم والثمر يتكاثر. يعني الحياة الروحية لازم يكون فيها مجهود، ما اقدرش اقولها كده وانا I'm gonna get abundant least. لا خالص، مجهود لازم برضو اقابل المسيح في حتة. ده اصله ده حاجة عجيبة فينا. يعني كل حاجة احنا بنبذل فيها مجهود كبير علشان اقدر اخد الشيك بتاع المرتب اخر الشهر في الوظيفة بتاعتي، بروح اشتغل واروح المكتب بتاعي واروح كل يوم بالظبط.
فببذل مجهود الطالب علشان ينجح في الدراسة بتاعته بيعمل لازم يذاكر شوية مجهود. فالحياة الروحية دي جهاد. الجهاد ده موضوع في الكتاب المقدس. طب هل ممكن واحد ياخد الملكوت من غير جهاد؟ مش ما ياخد من غير جهاد. الجهاد محتاج الإنسان يجاهد روحيا. لكن في مثلا ناس حتى بس دي يعني مش هتنطبق على كل واحد، مثلا زي اللص. اللص بس ده ما تحليش فرصة. ياس كنت بفكر في كده. ما تحليش فرصة، ده بيقول ملكوت السماوات يخصب والغاصبون ايه يختطفون. الغاصبون بس حتى محتاج ان انا اخصب نفسي. لكن بولس الرسول بيقول لنا، بيقول لنا من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. يعني الجهاد الروحي ليه قانون روحي طبعا، الكنيسة بتعلمنا كده. يقول لا يكلل احد ان لم يجاهد قانونيا. المقصود عامل زي انا بجري في ماراثون، ففي ماراثون بيجروا سبق جري، اروح اجري انا في شارع تاني واقول اصلا انا في السبق؟ ده اللي يجاهد يجاهد ايه؟ في الطريق الصحيح، يجاهد قانونيا. فديت الصفات بتاعت انجيل معلمنا يوحنا لما بيتكلم على الحاجات اللاهوتية. الحقيقة الجهاد الروحي انا بحس ساعات ممكن، وانا عارفه ان ده مش موضوعنا بس يعني قدسك تتعلق عليه، ازاي بيبدا بقراءه الانجيل، ان الواحد يكون عنده رغبه يعرف ربنا وبعدين يكمل، وربنا بيكمل معاه ويديله النعمه، النعمه من عند ربنا ان هو يقرا ويفهم ويتعلم ويواظب على الصلاه، يروح الكنيسة يسأل، ما يقعدش كده في state of confusion يعني مرتبك وهو الموضوع كل يوم. فالواحد ربنا يديله نعمة يعني ان هو يكمل في الطريق. هو الجهاد بيحتاج زي ما بنقول يجهد قانونيا، محتاجة بالانس في كل حاجة، محتاجة توازن في كل حاجة. محتاجة توازن يعني من ناحية زي ما ذكرت حضرتك، يعني قرايتي للكتاب المقدس كلمة الله محتاجة بالنسبة للكنيسة والتناول من جسد الرب ودمه، وبالنسبة للصلاة وبالنسبة للصوم وبالنسبة للصدق وبالنسبة يعني كل وسائط النعمة. كل وسائط النعمة، فمفيش يعني حاجة يقول pick and choose يعني هاخد حاجة كده وخلاص بس يعني. لا دي محتاجة حياة متكاملة. حياة متكاملة، حياة روحية متكاملة. طيب وتسبوا، احنا تكلمنا على البشائر الأربعة، مين اللي كتبهم وازاي شفنا رب المجد يسوع في كل كتاب وكتب لمين. في برضو في كل بشارة في تركيز معين على حاجات، تحب قدسك تذكر حاجة زي كده؟ في تركيز على emphasize، يعني he's trying to emphasize a point، عايز يوصل رسالة معينة كل واحد فيهم. في انجيل معلمنا متى ذكرنا مسألة الملكوت، وفي حاجة تانية اللي هو انفاسايز في انجيل معلمنا متى اللي هي النبوات. ايوه علشان كده ابتدوا العهد الجديد. بالمناسبة برضو بعض الحاجات نذكرها. الكتاب المقدس ما كانش متقسم اصحاحات. ما كانش متقسم اعداد. مين اللي عمل ده؟ لسه يعني في 1500 وحاجة حد هنا في الغرب هو اللي قسم مسألة الإصحاحات، لكن كان جيمس. مكتوب كامل كده. الإصحاحات دي بس عشان تسهل للقراية، وعلشان مثلا يعني هنطلع حاجة مع بعض. فأقدر أقول لك مثلا نطلع إصحاح 10، نطلع إصحاح 15 والأعداد وهكذا. الحاجة التانية إنه بالنسبة لل وإحنا بنتكلم على مسألة التركيز، إنه الترتيب بتاع الأسفار بتاعة الكتاب المقدس مش حسب زمان كتابتها. يعني ايه؟ يعني مثلا متى الأول في الترتيب ولا مرقص؟ لا متى الأول مكتوب الأول. مش معنى كده ان متى مكتوب الأول. يعني مثلا في رسالة بولس الرسول أول رسالة هي رسالة ايه؟ رسالة روميا. مش روميا أول رسالة مكتوبة. طب ليه هو اتحط كده بالطريقه دي؟ اتحط كده في الرسائل حسب الحجم. الحجم؟ حجم الرسالة. في الرسائل حسب الحجم. بس علشان في الغرب ما كانش بيعترفوا ان العبرانيين كاتبها بولس الرسول، ودي موضوع تاني يعني. فحطينها فيه في الاول في الاخر.
بعد الرسائل بعد ال 13 حاطين العبرانيين، لكن طبعا كلهم كتبهم القديس بولس الرسول. ليه بذكر الموضوع ده؟ في انجيل معلمنا متى هو حلقه ربط ما بين عهد قديم وعهد جديد بالظبط. فعشان كده الترتيب ده ترتيب من حتى من عند ربنا انه متى لازم انجيل معلمنا متى يجي دايما من بعد العهد القديم اكتر اقتباسات فيه من العهد القديم، لان كاتب كمان على الجينيولوجي مش الجينيولوجي بس لان الجينيولوجي ده موجود في انجيل معلمنا لوقا كمان برضو. بس وده موضوع تاني ممكن نذكره بعد شويه لو اتيح الوقت. ان الجينيولوجي في انجيل معلمنا متى مختلف شويه عن الجينيولوجي في انجيل معلمنا لوقا. في انجيل معلمنا متى في الاصحاح الاول بقول مختلف، مش معنى انه ده غير ده، لا بس معلمنا متى عشان كاتب لليهود فكاتب بطريقتهم وباسلوبهم، انجيل معلمنا لوقا عشان كاتب لليونان فبيرجع بالنسب بتاع رب المجد يسوع لغايه ادم. ايوه. لكن ابو معلمنا متى يرجع يبتدي من ابونا ابراهيم. فمعلمنا متى يبتدي تنازله. في انجيل معلمنا لوقا تصاعدي. في اربع اشخاص، ثلاث اشخاص في انجيل معلمنا متى مش مذكورين في النسب، مش مذكورين لان دول شجع عباده اوثان. واللي يشجع عباده اوثان مكتوب عنه في العهد القديم انه يمحى اسمه من سفر الحياه، ما يذكرش اسمه، فعشان كده مش مذكورين. الحاجه الثانيه، فمعلمنا متى يقول كما قيل بالانبياء، كما قيل بالنبي القائل، فدايما بيوري ان جواه ربط العهد القديم وازاي اتممت واتحققت في رب المجد يسوع. ايوه. انجيل معلمنا مرقص بيتكلم على، يركز على what Jesus did. يعني معلمنا متى what Jesus said. ايه اللي قاله المسيح. عشان كده لكن كتب معلمنا مرقص ايه اللي عمله المسيح. معلمنا لوقا what Jesus felt. ايه التحنن، الكمباشن، المحبة اللي وراها. معلمنا يوحنا وات جيزس از. طب نقولهم تاني، نقولهم تاني. متى الرسول وات جيزس سيد. مرقص وات جيزس ديد. لوقا وات جيزس فيلت. يوحنا وات جيزس از. فده التركيز بالنسبة لكل واحد. طب نتكلم، قلت لك بتقول الجينيولوجي بس ما اتذكرتش في انجيل متى، في انجيل لوقا، وبتقول ان في اختلافات شوية او ما فيش اختلافات. لا مش هي مش اختلافات، لكن حاجات ما ذكرتش. يعني وضحها شوية تاني. الجينيولوجي النسب رب المجد يسوع في انجيل معلمنا متى موجود في الاصحاح الاول. ايوه. في انجيل معلمنا لوقا في الاصحاح الثالث. معلمنا مرقص ما فيش النسب. في انجيل معلمنا يوحنا بيرجع للابديه. في البدء كان الكلمه. كان والكلمه كان بالمذكر لوجوس. ده اكنوم الكلمه. الاكنوم الثاني في الثالوث القدوس. في البدء كان الكلمه، الكلمه كان عند الله، وكان الكلمه الله. الله. فيبتدي بالنسب الأزلي. يقول إيه في قانون الإيمان؟ مولود من الآب قبل كل الدهور. مولود من الآب قبل كل الدهور. يعني ده نسب إلهي، نسب أزلي، مش من ناس. ده يعني الولادة الأزلية. السبيسيفيكيشن للولادة الأزلية. في إنجيل معلمنا متى النسب تنازلي. ومعلمنا متى عشان بيكتب لليهود فتلاقي ابو القديس يوسف النجار في انجيل معلمنا متى مختلف عن ابو القديس يوسف النجار في انجيل معلمنا لوقا. لو واحد مش دارس، لو واحد مش فاهم، لو واحد مش عارف يقول لك تضاد كونتراديكشن. في حاجه مضاده. انت عارف حكايه الزواج في عند اليهود، لما واحد يتجوز واحده وما تنجبش ويموت اخوه يتجوزها، والولد اللي يتولد يتكتب باسمه الراجل اللي مات علشان ما يضيعش الميراث بتاعه. فاسمه ده نسب شرعي. ولكن في نسب شرعي وفي نسب طبيعي اللي هو حسب الولاده. ففي الاب الشرعي وفي الاب ايه
الطبيعي. فمتى الرسول يكتب الأب الشرعي عشان ولوقا الإنجيلي عشان ده بيكتب لأمم، يكتب الأب إيه؟ الأب الطبيعي. الحاجة التانية أن أنا ذكرت ثلاث أجيال ما تذكروش عشان بيعبدوا الأوثان في إنجيل معلمنا لأنه كانوا ملوك وشجعوا عبادة أوثان فيمحى اسمه. الحاجة التانية إن النسب حسب إنجيل معلمنا متى متقسم تلات أجزاء، كل جزء 14 جيل، 14 14 14، 42 جيل من أبونا إبراهيم لتجسد رب المجد يسوع. إن الأنساب في العهد القديم مذكورة علشان ومستمرة، وكانوا يحفظوا الأنساب في الهيكل قبل ما يخرب، علشان كان لازم يعملوا كده عشان يوروا ازاي تجسد رب المجد يسوع من نسل داود، من نسل يعقوب، من نسل اسحاق، من نسل ابراهيم. وبعد ما تجسد رب المجد يسوع وخرب الهيكل وضاعت الانساب، بعد كده ما تستمرش تاني. فعشان كده تلاقي حتى نفس مسألة الأنساب دي تلاقيها في تكوين 6، وتلاقيها في تكوين 10، وتلاقيها في سفر العدد، وتلاقيها في سفر أخبار الأيام الأولى أول 9 أصحاحات، تلاقيها مذكورة كتير علشان تورينا استمرارية التسلسل والنسب. فجاء معلمنا متى ذكر النسب ابتدى بيه، ولكن ذكر حاجة مختلفة عن الموجود في العهد القديم، ما كانش تذكر قبل كده. أول مرة يذكر في النسب أسماء نساء، فذكر 5، ست الطاهرة العذراء طبعا جسد منها رب المجد يسوع، وأربعة تانية اللي هم ذكر ثمار، ديت اللي هي أنجبت ليهوذا وزهوذا، وذكر رحاب اللي أنجبت لسلمون، أنجبت بوعز، وذكر رعوث اللي هي جوزت بوعز وأنجبت عبيد، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك. وذاكر بثشبع التي لأوريا زوجته بثشبع، فذاكر الأربعة دول. الأربعة دول فيهم خطاه، رحاب فيهم خطاه، لأنه بيوري أنه رب المجد كان قادر أنه يجي من جداته كلهم يبقوا ملكات، لكن ذاكر أنه جاي من نفس العينة، جاي من بشر من نفس العينة بتاعتنا، وجاي للأبرار وإيه وللخطاه، جاي للأبرار والخطاة، وجاي خلاص يقدم خلاص لرجال وإيه نساء وللنساء واليهود وأمم. عشان كده في النساء دول فيهم أمم زي رحاب وزي رعوث. طب أنا عايز أسألك سؤال، ممكن واحد يقول طب ممكن كان ربنا نزل من السماء وجه ليه جسد ليه؟ علشان هو جاي يفدي مين؟ يفدي البشرية كلها، يفدي إنسان. فلازم يبقى إنسان، لأن اللي أخطأ إيه إنسان، الأخطأ إنسان، فلازم يبقى إنسان، وجاي إنسان ولكن لم يعرف خطية، لم يفعل خطية، لم يكن فيه خطية، لا يعرف ولا فيه ولا عمل ولا يفكر في خطية، لأنه هو مولود بلا خطية، ولكن كله دوت صار خطية من أجلنا إحنا، لأجلنا، لأنه حمل خطايا على الصليب. حمل الله الذي يحمل خطايا العالم، خطية العالم. لا ده ما بيقولش حتى خطايا العالم، ده بيقولها بالمفرد يجمعها كلها كده، خطية العالم، خطية العالم. حمل الله الذي يحمل خطية العالم. هو جه عشان يبدا انسان، فبقى انسان، فصار انسان، صار انسان. وشوف النعمة والعطية اللي ادهلنا، انه ياخد، يقول القديس بولس الرسول في رسالة فيلبي، يقول أخلى نفسه أخذا شبه شكل العبد صائرا في الهيئة كإنسان، وإذ وجد في الهيئة كإنسان صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت وموت الصليب. ليه صار إنسان؟ يقولون الآباء بحاجة لاهوتية بس ما فيش مجال شرحها، يقول عليها ريكابيتوليشن، ريكابيتوليشن اللي هو أعاد اللي عمله آدم بس بطريقة عكسية بالضبط.
فآدم فيه العصيان ورب المجد فيه الطاعة وآدم أنه مرة ذكرناها لا أذكرها تاني بقى آدم وهو إنسان حب يبقى مثل الله. الله هو الله صار إنسان. آدم كان في الجنة وسقط، رب المجد كان في البرية وانتصر. يعني آدم كان في الجنة شبعان وواكل وكل حاجة وكل حاجة متوفرة له وسقط، رب المجد كان في البرية وجعان وليه 40 يوم وانتصر. آدم مد إيده، كل اللي أنا بقوله ده بقوله باختصار شديد لأن الآباء كنيستنا ذكروه بتفصيل. آدم مد إيده وخد من الشجرة، رب المجد يسوع مد إيده واتسمرت بالمسمار. آدم خد من الشجرة وأكل، رب المجد يسوع صنعوا له من الشجرة صليب. آدم لما أكل من الثمرة استطعم طعمها، رب المجد يسوع شرب المر، اشتهى الموت، شرب المر. يعني ده بياكل شهية للأكل وده بيشرب المر. لما شربوا شربوا مر، فقال له ان الارض تنبت لك ايه؟ حسك. شوكا وحسكا. خدوا الشوك عملوا له كليل. فقال له انه بعارك جبينك تاكل خبزك. رب المجد يسوع في بستان جثماني كان عرقه نازل ايه؟ دم. بمناسبة البشائر الأربعة، الوحيد اللي ذكر عرق ونازل دم لوقا الإنجيل. طبيب. طيب رجعنا تاني الموضوع. فرب المجد يسوع عرقه كان نازل دم، فآدم خالف ورب المجد أطاع. آدم دخلت بيه الخطية، رب المجد والخطية الموت، رب المجد أعطانا الحياة. آدم بسبب الخطية طرد من الفردوس، رب المجد على الصليب كده قال اليوم تكون معي في الفردوس، في الفردوس، فتح باب الفردوس وأخذ أرواح الأبرار اللي ماتوا على الرجاء. فالأخطأ فيه آدم صلحه رب المجد يسوع. حتى القديس إيرينيوس اللي احنا اتكلمنا عنه ذكر حاجة اسمها برضو اللي هي الريكابيتوليشن. الريكابيتوليشن دي قال ان رب المجد يسوع جي اخد المراحل بتاعت الانسان، انه الانسان فينا يبص بكرامة للجنين لان رب المجد كان جنين، للطفل الصغير لان رب المجد كان طفل، للمراهق للتينيجر لان رب المجد كان تينيجر، للشاب رب المجد كان شاب، للراجل لان رب المجد كان راجل، للست لان رب المجد اتجسد من امراه الست الطاهرة العذراء مريم. جميلة. فدي بتخلي الواحد نظرتنا احنا حتى للناس، نظرتنا للبشر، نظرتنا لبعض انه ده على صورة الله. ريكابيتوليشن. جميل ابونا، الف الف شكر للتوضيح ده. طيب احنا عايزين نتكلم على المعجزات في الاناجيل الاربعه. معجزات كثيره حصلت، وازاي انا دايما بحب يعني لوقا لما يقول لك felt something، he had compassion and he did this and he did that، عمل حاجات كثيره، لكن في نفس الوقت هم برضو اتكلموا عن معجزات. تحب تميز بينهم وتسيبونا المعجزات؟ هي دي حتى موجوده برضو في مساله مساله التحنن وان وكده، دي موجوده برضو في انجيل معلمنا مرقس. طيب اشرح لنا يعني. بس هي المعجزات اول حاجه في صفات عامه للمعجزات. المعجزه دايما بتبقى نتيجة احتياج، مش حاجة ماجيك، مش حاجة كده يعني ايه يلا تعالى نعمل لكم معجزة. دي كانت نتيجة ايه؟ احتياج، ضرورة واحتياج. والحاجة التانية ان المعجزة مش شو اوف، مش تظاهر. ما كان بيقول لهم انا عملت فيكوا كده زي ما شاف البارالاتيك وقال له يا في منهم، قال لهم ما تقولوش انا عملت كده معاك. ده بمناسبه ما تقولوش. اللي جاء قول مشهور كده، اللي ربنا قال لهم ما تقولوش راحوا قالوا. ايوه دي حقيقة. واللي ربنا بيقول لهم قولوا واشهدوا وبشروا ما بيقولوش. فالمعجزة كانت نتيجة ضرورة واحتياج، والمعجزة دي كانت مثل. عشان كده يقولوا ايه المعجزات هي امثال الرحمة.
دي بتورينا مثل ليه؟ لرحمة ربنا. وحتى الأمثال اللي ذكرها رب المجد يسوع يقول دي معجزات الكلمة. لأن كل مثل ذكر رب المجد يسوع كأنه معجزة في حد ذاته. لأنه بيتكلم الأمثال بتاعت رب المجد يسوع. مش هنخرج عن المعجزات بس بقول ما دام ذكرنا الأمثال. الأمثال كانت أمثال من الطبيعة ملموسة الناس بتتعامل معاها بالشفة. يتكلم على مثل الزرع، يتكلم على مثل الخميرة، يتكلم على مثل الابنين، على مثل العشر دراهم، على مثل الوليمة. كل أمثال ما فيهاش حاجات من الخرافة، حاجات من الخيال، ولكن كل مثل قصة في حد ذاته. يعني كل مثل ممكن يتعمل فيلم، يتعمل تمثيلي، لأنها من الواقع. والمثل ده يفهم العالم والإنسان البسيط. طب ليه ساعات كان بيقولوا أنت بتتكلم بأمثال غامضة؟ ساعات فينا في مكتوب كده برضو حاجات غامضة ما كانش بيتكلم. هو كان لازم رب المجد يتكلم بأمثال لأن دي نبوة. يقول أفتح بأمثال فمي. أفتح بأمثال فمي. ولما مرة ذكر مثل الزارع وهم ما عرفوش فقالوا له المسافة، قال له فسره لهم في متى 13 فسره لهم. بالنسبة للمعجزات كانت احتياج، كانت ضرورة. لما هم طلبوا معجزة قال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى لهم آية إلا آية يونان النبي. فما كانش يعني يلا عملنا معجزات. حتى هيرودس الملك وقت محاكمة رب المجد قال له اعمل لنا شوية معجزات يعني كده. طبعا رب المجد قال له بيتكلم ازاي ده بيتكلم ازاي ده. بس في البشائر الأربعة احنا قلنا ذكرنا انه متى الرسول كاتب لمين؟ كاتب لليهود. فعشان كده يبتدي اول معجزة يذكرها متى الرسول شفاء رجل أبرص. فالبرص ده كان مرتبط بالخطية بالنسبة لليهود وليه وضع معين وليه تطهير. حتى في المعجزة دي رب المجد عمل حاجات يعني عجيبة في التطهير الأبرص ده. أول معجزة مذكورة في متى 8 يقول إن رب المجد يسوع لمسه. ده اللمسة دي داون بيمنت، أنت لازم هتشوفها. واللمسه لانه ما كانش مصرح لحد انه يلمس ايه؟ الابرص. واللي يلمس الابرص يعمل ايه؟ يتعدى منه، يتنجس. يتنجس. لكن رب المجد ما حصلش معه كده لانه هو شمس البر. عارفه الشمس لما تشرق حتى لو جت على مكان ما هوش قد كده هي ما تتاثرش بالمكان، ولكن هي تعمل ايه للمكان؟ تطهره وتدي له هيت، تدي له تطهر. يعني لو مكان مثلا فيه ميكروبات وحش بتاع هي ما تتاثرش، ولكن هي تعمل ايه؟ هي تطهر في الانولوجي بتاعها. فدي اول معجزه بالنسبه ايه؟ عشان كده حتى نفس رب المجد في المعجزات بتاعه يشفي المرض بكلمته، ويشفي المرض بلمسته، ويشفي المرض من بعد بكلمة، ومش ضروري يبقى في البلد خالص. يعني في إنجيل معلمنا يوحنا اصحاح 4 شفى ابن خادم الملك، وهو هو موجود في قانا، وابن خادم الملك ده موجود في كفر نحوم. ده في بلد وده في بلد. قال له ابنك شوف، مجرد كلمة كان فيكون بعيد. في إنجيل معلمنا مرقس، إنجيل معلمنا مرقس مكتوب لمين؟ احنا قلنا للرومان. فالرومان دول كان عندهم الباور وحاسين انه سترونج والقوه وكده. فاول معجزه يذكرها طرد الشياطين. ده ليه سلطان يطرد شياطين. وده بالنسبه لانجيل معلمنا لوقا كمان. لكن في انجيل معلمنا يوحنا يبتدي بالتغيير والتحويل، حول ماء ليه؟ الخمر. لان رب المجد جاي يتجسد عشان يغير. فزي ما غير الماء الخمر، لانه هو هيغير الخطاه لقديسين. امين. والظلمه النور. الظلمه النور. والضعف القوه، والياس الرجاء، والموت لحياه. فده اللي جاي علشانه رب المجد يسوع عشان يغير
طبيعتنا، يغير حياتنا، يغير سلوكنا، فجاي عشان يعطينا حياة. فعشان كده أعاد خلق آدم مرة تانية. آدم لما كنا بنتكلم على آدم ورب المجد، آدم اتخلق في اليوم السادس اللي هو يوم الجمعة، رب المجد يسوع الصلاة في اليوم السادس يوم الجمعة عشان يعيد خلق الإنسان، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديد. ألف 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 شكر أبونا على يعني المعلومات الجميلة دي، والمعلومات دي دايما بتقربنا من رب المجد يسوع وتعلمنا عنه حاجات أكتر وأكتر، لأن لازم يعني إيماننا يكون ثابت وعميق. وإحنا نشكر قدسك كتير جدا جدا على العمق بتاع المعلومات والروحانيات بتاع التفسيرات اللي قدسك بتقولها. ألف ألف شكر. أنا خدت بركة، ربنا يبارك قناة لوجوس وكل العاملين فيها. أمين. واللي بيخدموا فيها وتمتد خدمتها وتنتشر أكتر يا رب. أطلب منك طلبة أتسابونا فضل. كل اللي ضربوا النهاردة تليفونات، وأعزائنا المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا مضربوش تليفونات، وحتى اللي حيشوفونا بكرة الساعة 11 ويوم السبت بليل الساعة 9:30، تصلي لبركة ولشفاء ونوال كل يا رب يعني بركات روحية. نصلي للجميع اللي هم ضربونا تليفون واللي حيشوفونا. وأنا في احتياج للصلاة كمان. العذراء أم النور معك، تفضل. ربنا يبارك حياة الكل يا رب، ويحافظ عليهم ويثبتنا كلنا في المسيح وينمينا أكتر وأكتر يا رب. أمين يا رب. أمين. ألف ألف شكر سبونا، وإن شاء الله الحلقة الجاية برضو تعلمنا حاجة تانية الشهر الجاي. أنا بتعلم، ناخد بركة. ألف شكر سبونا. إن شاء الله حيكون عن المجيء التاني ولا أتسك بنعمة المسيح تحب تقول عن زحيان الله طيب عن المجيء التاني إن شاء الله. من العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم والعهد الجديد وإزاي بيكملوا بعض. إن شاء الله ناخد بركة. ألف شكر سبونا، ناخد بركة. ألف شكر. أعزائنا المشاهدين، حقيقي النهاردة تعلمنا حاجات كتيرة، وإحنا بنشكركم جدا جدا على متابعة يعني معانا، إن أنتم بتتابعوا معانا، وفي نفس الوقت إزاي إن ربنا بيسمح بالوقت ده إن أنتم تقعدوا وتشاهدوا علشان يقربكم منه، ويكون ليكم عندكم كنيسة في البيت، كنيسة إن هي تسمع كلامه، وكنيسة إن هي تعمل أعماله وتتمثل بيه، لأنه خلقنا على صورته وعلى مثاله. تصبحوا على خير، وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة.